خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى علي بن أبي طالب ابنته من فاطمة، وأكثر التردد إليه، فقال: يا أبا الحسن، ما يحملني على كثرة ترددي إليك إلا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، فأحببت أن يكون لي منكم أهل البيت سبب وصهر. فاعتذر إليه علي في أول الأمر قائلا: إنها صغيرة يا أمير المؤمنين، وإني أرصدها لابن أخي عبد الله بن جعفر. فقال عمر رضي الله عنه: زوجنيها يا أبا الحسن، فوالله إني أرصد من كرامتها ما لا يرصده أحد. فأنكحه علي ابنته، فأتى عمر إلى المهاجرين فرحا وقال: ألا تهنئوني؟ فقالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ قال: بأم كلثوم بنت علي وابنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا تم هذا الزواج المبارك، وقد أمهرها عمر الفاروق رضي الله عنه 40,000 إكراما لها ولأمها وأبيها، بل إكراما لهذا النسب العظيم، حتى قال الحافظ ابن كثير: تزوج عمر الخطاب في أيام ولايته بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة، وأكرمها إكراما زائدا، أصدقها 40,000 درهم لأجل نسبها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.